داوي لي زوج بقرات وجعلهم ربي حلال قلبتهم وحاكم عليهم بسبع ملايين ولا ثمانية. قلت أنا كي ولا لي رزقي وهما في الحبس ما نحتاجش دراهمهم، ما نفتش الجوج، ما حوستش عليهم. ومن 2011 وهو متبعني لهاد المرة عينينا غير ليها وخدني حقرة. واش عند بالك؟ على بالو في الدار غير أنا وإلا البنات في الدار. هذا لو كان الحكومة قايمة يلزم ما فيهش الروح طول. نعطيك لاكارت نتاعي شحال العمر، ونعطيك الكارني ثميلة شحال في الدار. عينينا غير ليها النور الصباح لقيتها ما كانش. يا أخي اليوم راه متعداو لنا مثال على البقرة هذه الدواء، غدوة راه يدخلوا لنا للديار. ما دام ما كاش الدولة يدخلوا للديار، والله ربي وما يهضروش بهم هذا الشعب، كاين اللي على بالو بهم، والله اللي ما يهضرش حق رب العالمين غير يعشي يدخلوا له لدارو، ويديوا له واش يحب والله ما يقدر يحل فمه. هذه هي، دوك إلا نوضوا أكل الدولة وشعب لهذا الناس هذو الله يبارك، إلا ما كانش طاق على من طاق.